الحاجات دي بتدي عسل. الشجره احسن من زراعه فدان ارض، بيحطوا منه نقطتين على اي مشروب ويدوه للشباب اللي عنده هياج جنسي عشان يهدي المسألة. الشجره احسن من زراعه فدان ارض. فدان واقف خلي بالك، الشجره دي فدان واقف. بصوا معايا كده، شجر الكافور انا بقول انه الكافور ده بنطلع منه عسل اسمه عسل الكافور، حاجه كده سحر. بناخد بعض اجزاء من الكافور، ورق او سيقان او حتى البروبليس، منتج للبروبليس رهيب، والبروبليس رهيب. وساعات نغليه وساعات نطلع منه زيت اسمه زيت الكافور. زيت الكافور ده من اهم الزيوت المسكنه للالم. زمان كانوا بيعملوا حاجه من زيت الكافور ده، بيحطوا منه نقطتين على اي مشروب ويدوه للشباب اللي عنده هياج جنسي عشان يهدي المساله، وبيدوه للعيال في الجيش عشان بيقعد 5-6 شهور بيلعن له، بيحط له نقطتين كافور في اي مشروب عشان يهدى ويخمج كده ويبقى كويس. لكن الكافور طبعا له فوائد تانية كتير جدا. طبعا استاذنا بيقول ان شجره الكافور دي ده كنز طبي، نزرع الطرق بتاعتنا اشجار كافور ونخيل بلح مثمر، ونزرع اشجار جميله جدا جدا زي شجره بيسموها ايه؟ فرشاة الزجاج هيقول لنا عنها، انا اول مره اسمع عنها النهارده. انا عندي 61 سنه اول مره اسمع عن شجره فرشاه الزجاج. عشان بس نبقى واضحين، وفوق كل ذي علم عليم. احنا فعلا اخواننا النحالين في مشكله كبيره جدا في مصر، لان الرقعه الزراعيه المنتجه للنحل بتقل وكمان بتتضرب كمان وبتترش. فشجرة الكافور ما حدش بيرشها. شجرة فرشاة الزجاج ما حدش بيرشها. نعم. شجرة فرشاة الزجاج دي بتدي، هي اسمها فرشاة الزجاج لان الزهرة بتاعتها، هات لنا فرشاة الزجاج كده يا ابني. طويلة. ايوه. دي شجرة فرشاة الزجاج. دي في الحالة ده لو نطرتها على ايدك كده، ايدك هتتغرق عسل. يعني دي مليانة عسل. مليانة رحيق، ممكن تحليه بأي حاجة. سبحان الله. طب الشجرة دي يعني لو مصيتها كده خدت السكر بتاعها. طب الشجرة دي بتنمو في ايه؟ الشجره دي بتنمو في حوض البحر المتوسط كله. طب انا اول مره اشوفها في حياتي، لان احنا بنزرع فيكس. بتزرع شجره هبله بتتخدم وما بتديناش اي حاجه الا شويه ظل. طب ما دي بتدينا ظل وجمال. شوفوا منظرها، شوفوا الجمال. يعني ايه شجره اسمها فرشاه الزجاج؟ شوف الجمال وطلع عسل. هي النخله شجره قبيحه؟ النخلة شجرة جميلة. ده النخلة شجرة عاملة زي الست اللي كل شوية بتغير الحلق بتاعها. الحلق النهاردة أخضر، وبعد شوية وبعد أحمر. نعم. وبعد كده أسود. نعم. متجددة. نعم. بس أنا شخصيا بحب المرأة اللي حاطة حلق ده أحمر وأزرق وأصفر، ده فالصو عشان هتاخده تبيعه. فدي شجرة اسمها فرشاة الزجاج. نعم. وشجرة فرشاة الزجاج دي أنا أول مرة أشوفها النهاردة، لكن لا شجره. لا في كمان شجره الطرفه، احنا بنزرع جزورين. هي اسمها ايه يعني؟ دي اسمها فرشاه الزجاج. في عندك شجره الطرفه؟ ايوه فاتتة. الطرفه دي شجره بتنمو طبيعيا. نعم. ولكن لو احنا عملنا لها اكتر هنستغني عن الجزورينه. الجزورين احنا اي واحد بيعمل بستان فاكهه بيعمل حائط مصد رياح ورمال عشان يحمي الثمار الداخليه. الثمار ده كانت مانجا او برتقان او ليمون. تمام. الطرفه بتدي نفس النتيجه بس بتدي لنا عسل. يعني هي الطرفه بتدي عسل زي كده. عسل رهيب، وفتره اظهار طويله، وفتره اظهار في وقت ما فيش فيه زهر. يعني وقت الشتاء والبرد دي بتبقى مظهره. انا عايز اعرف الجماعه بتوع كليات العلوم، قسم النبات، ما يعرفوش الكلام ده؟ لو ما نايمين على الكتب. نايمين على الكتب مش عارفين ان في نباتات بتدي عسل؟ لو بياخد عربيته وبيجري في الصحراء وبيدور على الحاجات زي ما احنا جرينا، هيعرف ان الحاجات دي بتدي عسل.